أعلنت شركة مطار البحرين عن تسجيل مطار البحرين الدولي تدفقا كبيرا في رحلات الطيران وحركة السفر أثناء عيد الفطر المبارك. وقد استقبل مطار البحرين الدولي حركة سفر قدرت بحوالي 143 ألف مسافر، أي بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب 1331 رحلة طيران مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 8% عن العام الماضي 2017. وتأتي هذه الأرقام المميزة على ضوء تحسينات البنى التحتية والخدمات التي يتم إجراؤها في إطار برنامج تحديث المطار الجاري تنفيذه حاليا. وقد صرح الرئيس التنفيذي لعمليات المطار مايكل هومبرجر بأن مطار البحرين نجح في التعامل بمنتهى الكفاءة والسلاسة مع الزيادة الكبيرة في حركتي السفر والطيران. أعلن بنك البحرين للتنمية عن إتمام الاكتتاب المالي في صندوق الصناديق الواحة، وذلك بعد اكتمال رأس المال المستهدف والبالغ 100 مليون دولار. ومع استكمال الاكتتاب المالي يكون صندوق الواحة هو المبادرة الأولى من نوعها التي تدخل حيز التنفيذ على مستوى المنطقة، والذي يهدف إلى دعم البيئة الحاضنة للمشروعات الناشئة في المملكة، وذلك ضمن عدد من المبادرات والإصلاحات الاقتصادية بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030. ويشكل هذا الإعلان علامة بارزة في مسيرة تنمية البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في المنطقة، حيث سيوفر الصندوق رؤوس أموال إضافية للمشروعات الناشئة المبنية على التكنولوجيا والابتكار في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أستاذ أحمد السلوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. وبداية أستاذ أحمد، ما هي المجالات التي تأملون بأن يقوم صندوق الواحة بدعمها للارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ مساء الخير، وأحب أول شيء في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة أن أكون معاكم اليوم، وأتوجه بالشكر لسمو ولي العهد وجميع القائمين على الدعم اللامحدود للشركات الصغيرة والناشئة، وكذلك لمؤسسين صندوق جميعا هم بنك البحرين الوطني، بنك التنمية والتمكين، وشركة ممتلكات. نعم. ومثل ما يعني تفضلتي أن اليوم فكرة إنشاء صندوق الواحة اللي هو صندوق يدمج ما بين بنوك استثمارية وبنوك داعمة، وهي راح تتخصص وتكون متخصصة لمشروعات التكنولوجيا والمشاريع الابتكارية. نعم. طبعا المستقبل اليوم والمجالات كلها مفتوحة حق هالنوع من الأفكار وحق هالنوع من التكنولوجيا، مثل شركة أوبر وشركة أمازون. هاي استكمالا لخطة البحرين الاقتصادية 2030 إن هي تكون قاعدة حق هالنوع من المشاريع. نعم. طبعا تفضل. مشكلة الصناديق التمويلية اللي هي مثل ما انت تفضلت هو سموه صندوق الصناديق، اللي هو يعتبر صندوق من 5 صناديق اجتمعت مع بعضها، هو خلق توازن ما بين التسهيل على الشركات الصغيرة وفي نفس الوقت ضمان وصول الدعم للشركات الجادة التي تستحقها، بعيدا عن الباحثين عن أموال لأغراض أو شبكات إنشاء الشركات الوهمية. فأنا أتمنى أن هذا النوع من الصندوق يكون يوصل دعمه حق الشركات الجادة ويكون النصيب الأسد حق الشركات البحرية. نعم. بالحدوث عن الدعم أستاذ أحمد، لطالما اعتبرت صعوبة الحصول على التمويل من بين أبرز العقبات أمام تطور البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة والتكنولوجيا في المنطقة، فكيف استطاعت مملكة البحرين تذليل هذه العقبات؟ طبعا مملكة البحرين هي رائدة في المنطقة في التسهيل على الشركات الناشئة، خصوصا الشركات يعني اللي راح تبتدي أعمالها، أن هي توفر لها عدة طرق للتمويل. يعني صندوق عمل تمكين عنده عدة برامج تدعم الشركات الناشئة من أول يوم سجل سجل التجاري. نعم. بنك البحرين للتنمية عنده برنامج من قبل ما تفتح السجل وانت في يعني نشاطك التجاري ولمدة 2 سنين يوفر لك برنامج دعم. أعتقد أن البحرين في هذا النوع أو في دعم الشركات الناشئة والصغيرة يعني عدت شوط كبير، وصارت الدول المجاورة دائما تأخذ البحرين مثال في دعم الشركات الناشئة والشركات الجديدة. لكن هذا الصندوق الميزة اللي فيه أنه صندوق متخصص في التكنولوجيا والمشاريع الابتكارية،
هذا النوع من المشاريع يحتاج صناديق خاصة غير الصناديق الموجودة في البحرين أو في المنطقة، لأنها مشاريع أكثر تكون يعني عندها ما في أشياء ملموسة أو بيشتري معدات أو بيشتري أغراض، لا هذه عندها أفكار وهذه الأفكار بيوصلها العالمية. لذلك إذا شفتي في الخبر أنه راح يكون ترخيص أنه يخلون الشركات البحرينية تكون لها انتشار في منطقة الشرق الأوسط. فالهدف من هذا الصندوق أنه حتى لو كانت شركات ناشئة صغيرة أو شركات قائمة في البحرين أنه تفتح لها مجالات وأسواق خارجية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. نعم أستاذ أحمد السلوم، شكرا جزيلا لك، سيكون لنا متابعة لمثل هذا الموضوع في نشرات القادمة. نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1306 نقاط بانخفاض نسبته 0.21% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,214,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 1,373,000 دينار تم تنفيذها من خلال 97 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 64% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وبالنسبة لأداء البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8354 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.8% وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2929 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4593 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.36%. قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في أعقاب انتهاء اجتماع منظمة أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا إن شركة أرامكو السعودية ستزيد طاقة الإنتاج، مشيرا إلى أن السعودية ستضيف مئات الآلاف من البراميل إلى السوق بدءا من يوليو. وأوضح وزير الطاقة السعودي أن زيادة الإنتاج ستكون محسوبة وأن زيادات المعروض النفطي التناسبية لن تكون بالغة الصرامة، مضيفا أن الدول لن تواجه سقفا مشددا للوصول إلى زيادة الإنتاج بمليون برميل يوميا. وكانت دول منظمة أوبك وشركاؤها غير الأعضاء أقروا السبت مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق، وذلك غداة قرار في هذا الصدد ينص على رفع الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا بدءا من يوليو صدر عن المنظمة. سيكون تحديد حصة كل دولة من الزيادة مثار بحث لجنة المراقبة الوزارية، حيث إن جزءا منها يعتمد على الطاقة الإنتاجية المتوفرة لدى الدول والذي يجب بحثه بكل نزاهة. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فمن الواضح أننا قادرون على إنتاج الكميات التي يحتاجها السوق، ولكننا سنلتزم بالاتفاق على زيادة مليون برميل من النفط بشكل يومي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. العملات الرقمية تواصل خسائرها العنيفة والبيتكوين تصل لما دون 6000 دولار. بحثت وزارة الاقتصاد مع إكسبو 2020 دبي سبل تعزيز التعاون المشترك لتعظيم المردود الاقتصادي من إكسبو 2020 على الاقتصاد الوطني، وركز الاجتماع على أهمية تطوير آليات للربط بين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف إمارات الدولة من جهة، مع الفرص التجارية والاستثمارية للمعرض من جهة أخرى.
وخاصة في أعمال المرحلة الراهنة من الاستعدادات والإنشاءات وتجهيز البنى التحتية للحدث الاقتصادي الأضخم في المنطقة. وأكد الجانبان التزامهما بتقديم كافة التسهيلات والدعم لتمكين ريادة الأعمال الوطنية من الدخول والمنافسة على الفرص التعاقدية التي يقدمها الحدث العالمي وتحقيق أفضل استفادة ممكنة. في خبر آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأمريكية في رد على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كثير من السلع الأوروبية. وجاءت هذه الرسوم الجديدة كرد من الكتلة الأوروبية على فرض ترامب رسوما جمركية تبلغ نسبتها 25% على الصلب و10% على الألمنيوم وعلى وارداتها من معظم دول العالم. وقالت المفوضية الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم إن ما وصفه بالقرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية لا يترك للأوروبيين أي خيار آخر. وهدد الرئيس الأمريكي أمس في حسابه على موقع تويتر بأنه إذا لم يتم إلغاء الرسوم الأوروبية الجديدة فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة نسبتها 20% على السيارات الأوروبية. والآن نلقي نظرة سريعة مشاهدينا على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا، وفيما تواصل العملات الرقمية خسائرها العنيفة، هوت العملة الأكثر انتشارا وقوة في سوق العملات الإلكترونية دون مستوى 6000 دولار خلال تعاملات صباح الأحد. وخلال 48 ساعة الماضية تكبدت العملات الرقمية خسائر حادة وعنيفة بقيادة بيتكوين التي استحوذت على أكثر من 33% من إجمالي الخسائر التي بلغت أكثر من 30 مليار دولار. وهوت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال اليومين الماضيين وحتى صباح الأحد بنسبة 11% بعدما تراجعت من مستوى 274 مليار دولار منذ بداية تعاملات صباح الجمعة الماضية إلى مستوى 243 مليار دولار في تعاملات الأحد، فاقدة نحو 30 مليار دولار.